بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت شقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي. وقد ضمن سمو رئيس الوزراء برقيته بخالص تمنياته لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة بوافر الصحة والسعادة، وأطيب التهاني لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح العملية الجراحية، سائلا المولى عز وجل بأن يمن على معاليه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.